49 عام مرت على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، الحرب اللي تفوق فيها المقاتل المصري والجندي المصري على العتاد العسكرية. يمكن حرب حتى هذه اللحظة بتدرس في يعني كبرى الدول المتفوقة عسكريا أيضا، علشان حاجة واحدة فقط، كفاءة وقوة المقاتل المصري. يمكن من بين أبطال حرب أكتوبر الفريق أول كمال حسن علي، مدير سلاح المدرعات أثناء حرب أكتوبر، وكان سلاح المدرعات واحد من أهم مفاتيح النصر في ملحمة حرب أكتوبر. تعالوا نتابع دلوقتي الفيديو اللي نشر على صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن بطولات الفريق أول كمال حسن علي. الفريق أول كمال حسن علي، مدير سلاح المدرعات أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق أول كمال حسن علي في 18 من ديسمبر عام 1921، وتحقق حلمه بالانضمام إلى الكلية الحربية، وتخرج فيها في الأول من سبتمبر عام 1942. وفور تخرجه قاد إحدى سرايا الدبابات في الحرب العالمية الثانية، وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب مدير سلاح المدرعات عام 1972، ويتجلى دور المدرعات كأحد أهم مفاتيح النصر في حرب أكتوبر عام 1973. وفي يونيو عام 1975 يتولى رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية، ويتولى بعدها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ثم يتولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الفترة من أكتوبر عام 1978 وحتى مايو عام 1980. ويواصل الفريق أول كمال حسن علي مسيرته، ويتولى رئاسة مجلس الوزراء في يونيو من عام 1984. وفي 27 من مارس عام 1993 تفيض روح البطل إلى بارئها، تاركا خلفه تاريخا ناصعا من البطولات والإنجازات لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الوطنية المصرية. تاريخ بتعيش عليه.